جمعية نهوض وتنمية المرأة المؤتمر الختامي لمشروع تمكين المرأة في العشوائيات والذي عقد تحت عنوان التغيير قرار. يستهدف المشروع تمكين المرأة في المناطق العشوائية على الأصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية. المرأة المصرية الضحية الأولى في المناطق العشوائية، والتي تصل وفق إحصائيات المعهد القومي للتخطيط إلى حوالي 1119 منطقة عشوائية تتسع فيها الهوة بين الرجل والمرأة وتزداد فيها حدة العنف ضدها، تحديات يحاول المجتمع تذليلها أمام المرأة المصرية في المناطق العشوائية من خلال برنامج يحمل اسم تمكين المرأة في العشوائيات، والذي يتحمل مسؤولية تنفيذه القطاع الأهلي والحكومي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي كممول للمشروع. نعمل توعية للستات اللي موجودين في العشوائيات، يعني احنا مش جمعية خيرية بندي فلوس بندي حاجات كل أول شهر أو كده، لا، احنا هدفنا الأساسي ان احنا ننهض بالمرأة من الجذور، نحل مشاكلها من الجذور، وجزء من حل المشكلات دي بيبدأ بالتوعية، بتغيير فكرها، بتنمية مفاهيمها، بتنمية ثقتها في نفسها، بأن هي تفهم إزاي تعامل أولادها، تربيهم بشكل أفضل مما هي تربت. البرنامج الذي استهدف الآلاف من النساء في مناطق منشية ناصر ومصر القديمة وحلوان يستهدف تمكين المرأة في تلك المناطق مجتمعيا وسياسيا وثقافيا من خلال مواجهة الصور المغلوطة الخاصة بها لدى نفسها ولدى المجتمع، بالإضافة إلى خلق رأي عام مؤيد لتغيير السياسات والثقافة التي تميز ضد المرأة. من خلال الجلسات إزاي أن أنا أربي بنتي أطفالي، ازاي انا اعملهم، ازاي اعملهم ازاي في سن المراهقه وكل سن اللي معايا، ليه طريقه معينه في التربيه، في طريقه معينه في التربيه. وانا كان برضو عندي مشاكل برضو في التفكير، ازاي يعني ان انا على حكايه الزواج المبكر دهوت، فكانت بما اننا في منطقه عشوائيه فالزواج المبكر ده كان سائد عندنا في المنطقه، فعرفتي بقى انا ازاي ان انا مفكرش ان انا اجوز عيالي بدري في سن مبكر، ازاي لما تقابلني مشكله تعالجها ازاي، وازاي وبرنامج مرأة العربية تتكلم، ازاي ان انا اعامل اطفالي، ازاي اتعامل مع جيراني، ازاي لما تقابلنا مشكله لو هي شامله ازاي اعرف اتصرف فيها بدل ما اروح للمسؤول كفرد، بنروح كمجموعات. وتتمثل أهم إنجازات المشروع في مناطق عمله، والذي بدأ تنفيذه بالفعل بيونيو عام 2011 وحتى أكتوبر 2013 في القيام بحملات لإنارة بعض الشوارع وإزالة القمامة والتشجير، بالإضافة إلى حل بعض المشاكل المتعلقة بالتموين. من مقرنا قادم وبهذا التقرير نصل وإياكم.